أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال يقول: أحد الإخوة قال مختبرا أصحابه في حفظ القرآن فيغير آية، مثلا أن يقول في آية المائدة: فطوعت له نفسه قتل أخيه، فيقول هذا الأخ للصحيح: هل سولت أو وسوست؟ فإذا أخطأ المسؤول صحح له الآية. السؤال: ما الحكم في ذلك وما هي نصيحتكم؟ هذا لا يجوز، لا يجوز تغيير ألفاظ القرآن وتقول أبختبر المتعلم، هذا لا يجوز أبدا، هذا عبث بالقرآن. تعلم القرآن بغير هذه الطريقة، بالتلقين، تعلمه بالتلقين وبإقرائه من المصحف. وما كان المسلمون يعملون هذه الطريقة، يغيرون الألفاظ يختبرون الطالب. هذا في كلام الناس ما في بأس، في الشعر، في غير، حتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز تعبث فيه وتغير من ألفاظه، فلا يجوز هذا العمل. نعم، إلجأ إلى طريقة غير هذه. نعم.